وأبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه لما ترك 600 نخلة مثمرة لله عز وجل فقال: وكم لأبي الدحداح من نخل في الجنة ردح. شوف أبدله الله ب... ونخل الجنة من الذهب، ليس كنخل إيش؟ ليس كنخل الدنيا. وتستطيع أنك أنت تغرس نخلة في الجنة، إيش تقول؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فمقل ومستكثر أنت وأنت وأنت عاد أنت واجتهادك، كم تبغى نخلة اليوم؟ إلى غير، مش أحسن من الدندنة والطنطنة والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس؟ أنت وجالس سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، لكن مش بس 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 بس، ما فيش بس بس. الله يرضى عليك، الذكر ما يحتاج بس بس، الذكر لابد تكون في مركز جزاك الله خير، وتنطقه وتنطقه بحروفه. كم نخلة، كم نخلة ونخل، مو أحسن؟ وإذا أنت قاعد كده مصنقر على الوادس كده وأنت جالس، أعوذ بالله، مضيع وقتك كله في الوادس اللئيم ابن اليتيم، خلك في الذكر شوية. النخل اللي بالفلوس الآن تستطيع بهذه الأربع كلمات تغرس لك فين؟ الله أكبر.